هذا سائل يا شيخ يسأل يقول: نلحظ في نهاية العام أن بعض الناس يجتهدون فيرسلون عبر الواتس أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي: هذا آخر يوم من السنة، أو هذا أول يوم من السنة، فعليك أن تفعل كذا وكذا، أو عليك أن تختم أو تبدأ العام بالتوبة أو بالصيام أو بالتسامح والعفو، فما توجيهكم حول هذه الوسائل وهذه الرسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا للأسف أمر ملاحظ أنه يكون في آخر السنة من يأتي من يقول بتوجيه الناس بأن يجعلوا آخر يوم من السنة الصيام، أو يجعل أول يوم من السنة القادمة أيضا أن يصوم. كل هذه من البدع التي ابتدعها الناس، وهذه لا أصل لها. ولذلك أيضا العبادات يجب المسلم دائما، أو يقول اجعل لك في آخر السنة توبة، أو في بداية السنة توبة، أو تخلص من الحقوق، أو غيرها من ما يرسل عبر هذه الرسائل. أيضا هناك من يقوم بالتحسر على مضي الأيام والأزمنة، وأيضا يقوم بالنياحة وغيرها من العبارات التي للأسف أنها تسيء للناس، وأيضا تقلل من أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب أيضا القنوط عند بعض الناس. هذا لا شك أنها من الرسائل التي تزعج الناس وتكثر للأسف في آخر السنة وفي أول كل سنة. ولذلك إذا نظرنا إلى التوبة وهو يأمرنا أن نتوب في آخر السنة أو في أول السنة، نقول التوبة في كل أوقات السنة وفي كل ساعاتها وفي كل دقائقها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب، يبادرون بالتوبة. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إصرار عندهم، دائما التوبة يجددونها في كل أيام السنة، ولا يحتاجون أن ينتظروا إلى أول السنة أو إلى آخر السنة لكي يتوبوا ويجددوا التوبة. أيضا الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أيضا لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى لعبده إذا تاب في كل أوقات السنة، فالمسلم دائما يبادر بذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر ويتوب في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. فكيف يأتي هذا ويجعل التوبة في آخر السنة أو في أول السنة، أو يريد أن يذكر الناس بهذه الطريقة؟ بل إذا كان يذكر في جميع أيام السنة. ولا يصلح أن يخصص عبادة أيضا خاصة، يقول بعضهم إذا يعني حتى يحسبها بالساعة، وهذا وجدناه وأيضا نظرنا إليه، يقول أنه يبدأ قبل الساعة 12 مثلا بالصلاة، فتكون صلاته أيضا آخر الليل جزء في السنة هذه وجزء في السنة الأخرى. السنوات هي أيام، وهذه مجرد هي تحديد يعني حددت، وليس المقصود فيها أن كما يقول البعض أنها تطوى الصحائف في آخر السنة. هو يقصد أن المعنى في ذلك أنك تجعل في صحيفتك في آخرها تختمها، والصحيح أنه لا تختم الصحائف في آخر السنة، إنما هي في كل أيام يعني في كل أيام السنة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصحائف تطوى في آخر أيام المرء عندما يموت تطوى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله الرسول وبين لنا الأحكام وما هو أيضا مباح لنا وما هو محرم، فيجب المسلم أن يلتزم بأيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للبعض يعني ينظر إلى التقويم، التقويم هو أمر حادث،
التقويم وتحديد الأيام والسنوات هي أمور حادثة، هي ليس مقصود بها أنها تطوى الصحائف في أول السنة أو في آخر السنة كما يظن البعض. فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الرسائل، وإن كان قد مضى يعني هذا الأمر وحصل ما حصل، ولكن من حصل من عليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكرر مثل هذه الرسائل التي يشغل فيها الناس وأيضا يحثهم على أمر لم يثبت أيضا لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه، ولم يكن أيضا من حال السلف. إنما المسلم إذا نظر إلى هذه الأيام يتذكر سرعة الأيام والليالي، وإنما هي مذكرات يتذكر بها المرء، يبدأ يحاسب نفسه من غير أن يقول أنها تطوى الصحائف في هذه السنة، أو أن يأمر الناس بعبادات خاصة في أول السنة أو في آخرها ويظن أنها هذه الصحيفة إذا ختمها أنه أيضا يتجاوز عن كل ما مضى من ذلك. المسلم كما ذكرنا دائما وأبدا وفي كل مجلس وفي كل لحظة يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر في المجلس الواحد ويتوب أكثر من 100 مرة.